العمل تصدر توجيها يخص الفحص السنوي لذوي الإعاقة. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين توجيها يخص الفحص السنوي لذوي الإعاقة، وقال إعلام العمل في بيان إن وزارة العمل توجه بإيقاف الفحص السنوي لذوي الإعاقة المستفيدين من راتب الإعانة والاكتفاء بمراجعة أحد ذويه. وأضاف البيان أن الوزارة تعلن إطلاق الإعانة لمن ظهر لديه عجلة قديمة باستثناء العجلات الخاصة بالشحن.